يو واش الدراري بنات معكم الصقاع وحنا رجعنا لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو كما كتشوفوا عاوتاني غادي نلعبوا فيفا موبايل الدراري وغادي ندير عاوتاني التحدي. والكونسيبت ديال التحدي هو انني غادي ماركي بيت نورمال، ولكن البيت ما غاديش يتحسب على اساس زعما بيت واحد، وانما يتحسب على حساب الرقم ديال التيشيرت تاع اللاعب. عرفتكم الدراري ما غاديش تفهموا اللعبه، ولكن غادي نشرح لكم الدراري. مثلا وناحي مثلا شط كرة ماركاها ما غاديش تحسب بيت واحد، وانما يتحسب 8 ديال البيوتا حتى هو كيلبس الرقم 8. وكذلك الدراري مثلا شي لاعب مثلا حكيمي مثلا عنده الرقم 2 ماركا بيت كيتحسب 2. المهم الدراري كتمنى تفهموا هذا التحدي، وبلا ما نطول عليكم ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب بارطاجيو هذا الفيديو مع شرانكم وفرقعوا لي كومونتير ويلا نبداو. على بركة الدراري، ولكن قبل ما نبدا غادي نوريكم التشكيله ديال الدراري اللي هي هادي. الصراحه بالنسبه للارقام تقريبا الدراري الارقام ديال فيفا ماشي هما نفس الارقام اللي كيكونوا في ثري لايف. داكشي علاش يقدر حكيمي تكون عنده 2 وروديغر تقدر تكون عنده 4، واخا تسميتها امرابط عنده 4 ولكن يقدر يعطيه نيميرو اخرى. بالنسبه لوناحي عارفينه ب 8، ولكن على حسب الدراري راكم عارفين فيفا إذا كان شي لاعب عنده الرقم 8 وعنده ريتينغ بزاف ولا أكثر أهمية كيعطيو داك الرقم. وناحي يقدر يعطيو شي رقم شي 12 ولا 15. بصراحة هادشي غادي ينفعنا بزاف. مهم نحاول الدراري ندخلو لهاد الجيم ضد بي اس جي. شنقول 125 127 126 طوتي قويتي والله. لا انا عندي 124 في الاتاك، عندي لعب داك فاندرسار مع سميتو ها واحد اللي عندي و 124 ولعب 3 موراتا فينيسيوس رودريغو روديغر في الدفاع كونتر اتاك غياب بنزيما. مهم الدراري على بركة الله خصنا نحاول الدراري. دابا فاندرسار عنده 10 وناحية عنده 8 كاين عند وناحية روديغر رودريغو اللي بغيت نقول فوالا فينيسيوس بيلي عندو 10 واقيلا، ولكن كيفاش عندو 10 وفاندرسار تا هو عندو 10؟ حنا الدراري زربنا عليهم ماركي داكشي بيلي ناضي بيلي عندو 11. فدابا الدراري ما غاديش تكون 1-0، غادي تكون 11-0 الدراري. داكشي مع التقاري فاندرسار عندو 10 و بيلي عندو 11 و ناحية عندو 8. دابا يلا بيك نحفظ الدراري الأرقام. فينيسيوس عندو 20 ماركي فينيسيوس صافي سالات سدات مادام. المهم الدراري دابا 11-0 فوت هاديك الحكام ديالهم. المهم الدراري قدر نتشلا في الحساب راكم عارفين 11-20 جوج خصنا كالكولاتريس الدراري، ولكن ماشي مشكل غنحاول ان شاء الله الدراري نقدها في المونتاج لعيبات. الا تجديد في الحساب ان شاء الله راه المونتاج الدراري غادي يقد لكم اللعيبات. فلحد الساعة الدراري 11-0 تبان لكم. الا ما تحمقنيش جبد ناضي نوير لا هربان لا شاد هربان صراحة. وناحي النحلة ولا على اكستيريور ولا على اكستيريور حط لي ولا ما تحمقنيش. برناردو سيلفا شحال 20 اخويا برناردو قويتي. المهم الدراري حنا دابا خاسرين لحد الساعة، واخا نتعادل ولكن خاسرين 11-20 الدراري. عشنا هي 11-20 ترى لاعبين كرة السلة انا اللي ولينا لاعبين الدراري. 11-20 دابا خاسر خصنا ماركي فينيسيوس. ويلي هيرنانديز عندو 19 وخلينا الدفاع خاوي 21 اخرى شي لا ما كانش 21 والله الا عرفت. 11-41 زمطني في هذه الدراري بروج ولا زمطني ديال بصح. برناردو سيلفا ماركا بيت عندو 20 و رودريغو ديالو ماشي ديالي تا هو عندو 21 ماركا عليا. و مجموع الدراري دابا هي 41 خا
خسر ب41 الدراري 11. خصنا الدراري ما امكن على الاقل نماركو بحال فينيسيوس اللي عنده تا 20، ولا بحال فان بيرسي تا هو اللي عنده 10. فالمهم الدراري تسالت البريميرا ميطار وهو خاسرين حنايا ب41 11. صراحة تقولي بايا بماشي مشكل الدراري، نحاول ان شاء الله نرجع التعادل ولا كاع نربحو، علاش لا نربحو هاد الدراري حنايا كاع وايلي شيخنا. سير اخويا اسمح لي غادي ندير لك واحدة اللعبة السحرية واخا الرجل هذا ما لعب ما والو، ولكن راه ما عندي ما ندير لي خصني ضروري ماركي. هي شحال دابا 11 10 هي 21 ل 41، خصني باقي 20 يعني خصني ماركي جوج كولات، خصني ماركي جوج اهداف بفان بيرسي، وخصني ما نخليش ماركي على الدراري بالرجوله. ما خصكش تماركا الخوا ديالي، غادي نلعب معاك اللعب ديال قف عند حدك. سير اخويا فينيسيوس كورتك فوالا، يلا هرب ودخل رودريغو ماركي، هرب رودريغو ماركي، هرب راه عندك 21، هرب اخويا رودريغو ماركي راه عندك 20 21، يعني تكون عندي 42 الى ماركا رودريغو. فينيسيوس طيحو، فينيسيوس تري ليلا دز ماركي دار دز. سير اخويا رودريغو فما حاجة ما نعرفش، فما حاجة دري خصها شي، فما حاجة تاع رودريغو. ورودريغو شوف شي شوية على الجي. سير اخويا فان بيرسي، سير اخويا فينيسيوس اوناحي ضرب فوت تاعهم ليلة تاعهم. يلا بالي فينيسيوس غادي يحردها. سير اخويا فامبير افوت عطيه تاعهم، يا الله دوين دم عاد وحكم راه ماشي بارسا هذيك حكم، وحكم راه ماشي البارسا هذيك حكم، كي بي اس جي راه بحال الا ما تحمقليش هي ماركي عليا. فوالا امر رابط. سير اخويا رونالديز، سير اخويا العزيز، سير اخويا ياك اخويا، سير اخويا العزيز سير، شد 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 سير اخويا. ما فيهاش اورو، ما فيهاش لا صاف خصنا حتى شي واحد جيم ثاني. ويلي اي واحد اخر خصني حتى الدراري شي واحد عنده عشان اش ندير. حتى انايا في ما جات لي ماركا بالصحه والراحه، شكون ماركا فان بيرسي عاوتاني. هي شحال دابا الدراري 31 ل 41، يعني الدراري خاسرين الماتش، خاسرين بالرجوله. كان عليه باقي الماتش نزيد واحد بيت باقي بفان بيرسي غادي نجيبو التعادل، ولكن غلب الله الحكم ما زاد والو الدراري وحنا خاسرين. واخا في الاصل حنا رابحين بثلاثة لجوج، ولكن راه دارها فينيسيوس الدراري، فينيسيوس ديالو على ما اظن. لا رودريغو اللي مارك علينا، رودريغو الدراري مارك هو برناردو سيلفا عنده 20 ورودريغو عنده 21، الدراري 41 بيد عنده 11 ديالي، زيد عليها فان بيرسي عنده 10 ماركا جوج، يعني 41 يعني تقريبا لا 31، يعني الدراري دابا حنايا خاسرين فارق 10 الاهداف. صافي الدراري احنا خسرنا، وغنمشيو دابا الدراري نديرو العقاب، كنت باغي نزيد مباراة اخرى الدراري، ولكن راكم خصنا الدراري كان عندي شي لعابة ديالهم، خص يكون عندي لعابة يكون عندهم القميص تاعهم فوق بحال 99. داك فيرون المدافع ديال داك خونا عنده 99، وبزاف تاع الناس الدراري. المهم دابا الدراري ندخلو شي كيقول لك السوق غير متاح، سوق الانتقالات غير متاح، الرائع اعداد محور على حقا. المهم الدراري كنظن بلي راه كيديرو شي ميساجير واقع على ود ليكارت تاع البلايرز واللعيبات. بالنسبه للدراري العقاب ديال هذا الفيديو هذا، ان شاء الله غادي نخليه الفيديو الجاي. خاسر الدراري ندير كويكس اللاعب اوفر 100 ان شاء الله. الدراري في الفيديو الجاي ما تخافوش، مع الدخله غادي ندير الانترو لعيبات وغادي يمشي والو ندير لكم كويكس. المهم الدراري وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كيتمنى يعجبكم الدراري هذا الفيديو، تكتشفوا تنساو ديروا لايك سبسكرايب بارطاجيو الفيديو مع شرانكم،
وكتبوا الدراري دي كومونتير، وفرقوا عليه كومونتير الدراري، وكان معكم صقاع. حتى الله.